بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، كليات الصحية، الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنجاح والتوفيق والصلاح إن شاء الله. بسم الله نبتدي. ايه رايكم نركز النهارده شويه في موضوع الليفر؟ هو الموضوع سهل وحاجه بسيطه جدا، عباره عن ايه؟ ادي الليفر موجوده، الليفر موجود والاكسترا بيلاري سيستم اهو ماشي، ادي رايت لوب ولا ليفت لوب، وادي الجول بلادر، وادي السيستيك داكت، وادي الهيباتيك داكت، وادي البايل داكت، الكومن بايل داكت. خلص كده الليفر ولا مخلص؟ خلص يا اولاد؟ يلا يا اولاد، والله سهل بس ركز معاي. ماشي، بقول لك سهل بس ركز معاي. يلا، سهل ولا مش سهل يا عم الليفر؟ اقول لك انا سهل خالص، بس نركز مع بعض. يلا نركز مع بعض، نركز. الاكسترا هيباتيك، الرسمه ديت ناخد نفسنا كده ونستنشق ونشرب كوبايه شاي. شربتوا الشاي؟ شربنا الشاي. طب يلا نتكلم بقى هنا. الاكسترا هيباتيك بيلاري سيستم، في حاجه طالعه من الليفر اهوت، رايت هيباتيك وليفت هيباتيك. رايت هيباتيك وليفت هيباتيك ادينا كومن هيباتيك، وعندك جول بلادر هنا اهي، الجول بلادر ادتني سيستك داكت، والسيستك مع الكومن هيباتيك ادتنا كومن بايل داكت، والكومن بايل داكت مع البنكرياتيك داكت هيفتحوا في السكند بارت اوف ديودينا. يا ماشي، السكند بارت اوف ديودينا خلال الامبول ايه؟ اوف فاتر، راجع الايه؟ الديودينا. خلصت كده الاكسترا هيباتيك بلا سيستم. يلا شطار، الله. الجول بلادر، هنيجي نتكلم على الجول بلادر. الجول بلادر عباره عن شيب دي ساكة اهي، لاي في الفصه في جول بلادر، في الفصه والساب السنس بتاع الليفر. ادي الايه؟ الفصه، وادي الساب السنس اوف ذا ليفر. بتتكون من ايه؟ فاندس، ادي فاندس، وبودي ونيك. فاندس بودي نيك. الفاندس، ادي الفاندس ماشي، بروجكت انفيرور، بروجكت الانفيرور برضه اوف ذا ليفر ريليتد للايه؟ الناين سيك الناين رايت كوستال كارتريج. فاكرين الرايت ناين كوستال كارتريج لما قلنا عليها في السيرفيس اناتومي؟ الرايت ناين، لما انت تيجي تحط ايدك كده على الرايت ناين كوستال كارتريج وتقول له هنا جول بلادر، حط ايدك عليها، في وجع هنا ولا مفيش؟ يقول لك في وجع. طيب ادي الانتيرو بتاع الفندس، بوستيرور ترانسفيرس كولوم، البوستيرور الفندس ترانسفيرس كولوم، كومبليت كفرد ويز بروتينيه. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد. البودي، ادي دايلاتيشن ات رايت بوردر، في دايلاتيشن في الرايت بوردر، بنسميها هارتمان باوش. هارتمان باوش هو سايت فور ستون فورميشن، السايت فور ستون فورميشن الريليشن بتاعها سوبيرور ايه؟ للفوسا اوف جول بلادر، سوبيرور للفوسا اوف جول بلادر نوت كفرد باي بريتانيا. طب انتيرور ايه؟ انفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، انتيرور انفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. طب بوستيرور ترانسفيرس كول، البودي كفرد باي بروتينيوم، انفيرور انفيريوري اند سايد. خش على النك، نيروس مارت كونتينيوس وسيستيك داكت ريليتد لايه؟ النك انتيرور الليفر، بوستيرور ترمينيشن اوف فيرست بارت اوف ديودين، يبقى انتيرور الليفر اللي هو النك، وبوستيرور ترمينيشن اوف فيرست بارت اوف ديودين كفرد باي بروتينيوم اوف ليسر ايه؟ اومنت. يلا يا جول بلادر، السيستيك داكت، انا السيستيك داكت 4 سم طول، اس شي 4 سم طول، اس شي
united مع الكومن هيباتيك داكت عشان تكون الكومن بايل داكت. هذا السيست 4 سنت واس شيب وتتحد مع الكومن هيباتيك عشان تكون الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت هتتحد الكومن هيباتيك داكت اهي اتكونت بايه؟ برايت هيباتيك وليفت هيباتيك. طب الكومن هيباتيك داكت ماشي اتحدت مع ايه السيستك داكت ادتني انك ايه الكومن بايل داكت ماشي. الكومن بايل داكت ديت هتتحد مع ايه تاني؟ للسيندي ان فري مارجن اوف ليسر اومنتم ان فرنت اوف بورت الفين اند اون رايت سايد اوف هيباتيك ارت هتعمل ايه؟ جوين ايه السيستك داكت. يبقى الكومن هيباتيك هتتحد مع السيستك داكت عشان تكون لنا الايه الكومن بايل. يا عم تعالى نقولهم بكلمتين مختصرين. انا عندي هيباتيك رايت هيباتيك وليفت هيباتيك اتحدوا مع بعض ادينا كومن هيباتيك، وعندي السيستك اللي جاي من جول بلادر اللي هي 4 سم واس شيب اتحدوا الاثنين مع بعض ماشي. السيستك والكومن هيباتيك ادتنا الكومن بايل داكت. ادي الكومن ايه بايل داكت. الكومن بايل داكت دي هتعمل ايه بعد كده ماشي؟ هتعمل ايه بعد كده؟ هتتحد مع ايه؟ بنكرياتيك داكت. هتتحد مع البنكرياتيك داكت ماشي؟ يكونوا ايه؟ امبولة اوف فاتر. امبولة اوف فاتر ماشي؟ هتفتحوا فين؟ في السكند بارت اوف ديودينم. راجع الايه؟ الديودينم ماشي يا اولاد؟ مفهوم يا شباب؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.